على مستوى جنوب إفريقيا، وهذا لتعزيز العلاقات وترويج التعاون بين شمال وجنوب إفريقيا. ومن هذا المنبر أصرح اليوم رسميا فتح الرحلة رقم 53-60 بين الجزائر وجنوب إفريقيا، وشكرا. وقبل المرور إلى البرنامج القادم، أود أن أدعوكم وحصريا أن تتابعوا معنا الفيلم الترويجي لبرنامج محورة مطار الجزائر، والذي سيبث عن قريب عبر القنوات الوطنية وكذلك عبر العالم. لرحلات العبور الخاصة بكم، الخطوط الجوية الجزائرية ترحب بكم في الجزائر.